مئة هلا بكم بحلقة جديدة من بالعراقي. على وقع بوادر انقسام نيابي حول النهج المتبع لتسمية رئيس البرلمان، يتواصل الجدل السياسي حول منصب رئيس البرلمان وسط دعوات للإسراع بانتخابه. وعلى مدى أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي أخفق البرلمان بها تباعا. ليش؟ بسبب عدم التوافق على مرشح واحد، حيث تمسكت الكتل بمرشحها. المحكمة الاتحادية العليا كانت قد قضت في تشرين الثاني الماضي بإنهاء عضوية الحلبوسي. يأتي هذا على خلفية دعوى قضائية كان قد رفعها أحد البرلمانيين واتهم بها بتزوير استقالته من البرلمان. ومن ذلك الوقت اندلعت خلافات بين القوى السياسية المختلفة بشأن اختيار بديل للحلبوسي. بالعراقي يتابع التحركات السياسية المكثفة على الساحة السياسية لاختيار رئيس جديد لرئاسة البرلمان وتداعيات ودلالات هذا التأخير. أرحب بضيوفي من بغداد، دكتور عمار العزاوي رئيس مركز اليرموك، ومخلد حازم الخبير الاستراتيجي، ومن واشنطن دكتور عباس كاظم مدير برنامج العراق في المجلس الأطلسي. كل الهلا ومرحبا بضيوفنا الكرام، واسمحوا لي أن أبدأ مع دكتور عمار. دكتور عمار، خلينا نتابع وياك آخر المستجدات. كان اليوم جلسة للبرلمان وحدث فيها سجالات أيضا حول هذا الموضوع. نعم، بسم الله. تحية طيبة لك أخي العزيز أستاذ عادل وللضيوف الكرام الأعزاء. يعني حقيقة جلسة البرلمان لهذا اليوم، رغم أنه كانت هي جلسة تخلو من اختيار منصب رئيس مجلس نواب جديد، أو يعني كانت جلسة اعتيادية للمجلس لمناقشة قوانين ومشاريع قوانين، لكن حدثت فيها سجالات وحدثت فيها تهجم وهجوم من بعض الأطراف السياسية على السيد المندلاوي، كلام بين بعض النواب فيما بينهم. يعني بالنهاية اضطر السيد المندلاوي إلى رفع الجلسة بعد ما شهدته من التوتر. هذا يعطيك صورة ويوصل رسالة على حجم الانقسامات السياسية وعلى حجم الخلافات بين الأطراف السياسية، كل على حدة، كل يحاول أن يعمل وفق الرؤية والمنهج الفكري الذي هو يعتقد به أو الذي هو يريد أن يمضي به، بعيدا عن أي أمور أخرى أو أي مصالح سياسية أو أي مصالح نقول تهم الجماعة على حساب الأفراد. يعني مشكلة القوى السياسية وخصوصا القوى السياسية السنية لحد هذه اللحظة ضبابية الرؤية، عصف المواقف، عدم إدراج التهدئة السياسية أو الحلول السياسية الواقعية. كل طرف يريد أن يمضي ويعتبر نفسه هو الطرف الأقوى وهو الطرف الذي يجب أن يكون وهو الطرف نعم. الذي يجب. طيب دكتور أن عمار، يمسك نعم. أو خليني يمسك أسألك وأتوقف وياك. كان هنالك يعني هذه الكتل السنية عقدت اجتماع واتفقت على مرشح بغياب هنا يعني تحالف تقدم. ما الذي جرى في هذا الاجتماع وكيف تم الاتفاق ولماذا غاب تقدم عن هذا الاجتماع؟ نعم، شوف هذا الاجتماع اللي ده تتكلم عنه عقد يعني بوقت فور انتهاء اجتماع السيد الخنجر والسيد الحلبوسي والسيد السامرائي برئيس الوزراء قبل أيام. فور انتهاء الاجتماع وعدم التوصل طبعا إلى حل يرضي الأطراف، لأن المشكلة أنه كل طرف متمسك برأيه أو متمسك بما يريد أن يمضي به. نعم. بعد هذا الاجتماع تم هنالك اجتماع بين نواب وقيادات تحالف العزم والسيادة
والحسم. وتم من خلال هذا الاجتماع الإعلان عن أو الاتفاق على إعلان السيد سالم العيساوي مرشح لهذه الكتل السياسية مرشحا لرئاسة مجلس النواب. طبعا هذا الترشيح أبعد ترشيح السيد المشهداني الذي كان أيضا هو مرشح من قبل العزم في الجولة الأولى أو في الجلسة التي كان التي عقدت لاختيار رئيس مجلس النواب. تقدم بالطبع ليس لديه حق تقديم مرشح جديد، هو يعني مرشحه فقط هو السيد شعلان الكريم، وتعرف جيدا تقدم الآن هو الذي يضغط أو يريد أن يمضي بعملية تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، والفقرة الأساسية الفقرة 12 التي هي تتيح أو تجيز استبدال أو فتح باب الترشيح لمن لم يحصل من المرشحين على النصف زائد واحد في الجولة الأولى. وهذا بالطبع يتعارض مع قرار المحكمة الاتحادية التي فسرت، لأن النظام الداخلي وحتى الدستور لم يفسر هذه الفقرة. المحكمة الاتحادية أعطت التفسير لهذه الفقرة في قرار سابق لها، وقالت أنه من يحق لهم الترشيح هم فقط مرشحين الذين رشحوا بالجولة الأولى أو بالجلسة الأولى فقط. تقدم تعرف جيدا يعرف أنه حظوظ السيد الكريم بعد ما أثير من لغط وبعد ما أثير من جنبات سياسية أصبح موقفه ليس موقفا قويا، لذلك يضغط باتجاه أن يكون هنالك مرشح جديد، وهذا ما يتعارض طبعا مع طرح الباقي القوى. ولكن بالمحصلة النهائية المرشح لرئاسة مجلس النواب لن يمضي إلا عبر بوابة الإطار التنسيقي، وهذا ما أريد أن أسأل عنه دكتور. لا تعرف هم يمتلكون الأغلبية العددية. نعم، إذا خلينا نشرك سيد مخلد. سيد مخلد، يعني الموقف بهذا الشكل، سيد نوري المالكي أوضح في تصريحات صحفية إلى أن هناك يعني من يريد يعني مرشح لمنصب رئيس البرلمان من خارج الأنبار، وأن الإطار التنسيقي أبلغ القوى السنية بضرورة أن يكون يعني الاتفاق على مرشح واحد. طبعا أوقفني بحقيقة الأمر يعني هنا هذا التصريح، يعني هل هنالك خلاف حتى على المرشح كونه من أي محافظة يعني خلال هذه المرحلة، ولماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ عادل وتحية لضيوفك الكرام وتحية لمشاهدين قناة الحرة. يعني حقيقة الإطار التنسيقي لا يفرض رأيه على المكون السني في اختيار مرشحه من أي محافظة سيكون. حقيقة الصراع هو ما بين المكون السني وما بين قيادات المكون السني في من سوف يذهب في أن يتبوأ مقعد رئيس البرلمان. هنالك عرف سائد يعني حقيقة وسارت عليه العملية السياسية، والجميع يعني هو يعمل وفق هذا العرف، والذي هو الجميع يرفضه. يعني العرف السياسي لا يمكن أن يسير بعملية سياسية صحيحة إلى بر الأمان، لكن هذا واقع الحال. عملية سياسية اليوم هنالك أغلبية في المكون السني، الأغلبية يمتلكها السيد الحلبوسي، فبالتالي هذه الأغلبية هي من أهلت الحلبوسي لأن يكون رئيس مجلس النواب. وعندما خرج من مجلس النواب لا زالت هذه الأغلبية موجودة لدى السيد الحلبوسي. وفق العرف السائد أن الحلبوسي هو من يقدم مرشحه بالتوافق مع باقي المكونات السنية. للأمانة السيد الحلبوسي ذهب باتجاه يعني الاتفاق مع جميع الأطراف في المكون السني في فترة من الفترات، ولغرض الوصول إلى أنه يتم اختيار البديل من تقدم حصرا بالاتفاق مع جميع الكتل السياسية. لكن أكيد هنالك من يحاول أن يضع العصا في هذه العجلة من قبل بعض أطراف من الإطار التنسيقي لغرض أن لا يمرر مرشح تقدم لهذا المنصب. واضح، وهذا ما سنأتي عليه، ولكن أي نعم تفضل أكمل وباختصار. يعني بالمناسبة يعني تقدم عندما حصلت على مقعد رئاسة البرلمان هي حصلت عليه مقابل 25 نقطة من النقاط التي هي بموجبها توزع الرئاسات والوزارات وغيرها، لذلك طرح هذا الموضوع. وفي آخر اجتماع مع السيد رئيس مجلس الوزراء كانت هنالك عدة طروحات، أحد هذه الطروحات من يملك الأغلبية
فليذهب إلى مجلس النواب، ومن يصوت عليه هو سوف يمضي. لكن هنالك تقاطعات في الرؤى. التحالف السيادة تقول لدي الأغلبية بورقة وقعت من 36 نائب، التقدم لديها الأغلبية ب 43 نائب، وجميع هذه الطروحات طرحت أمام السيد رئيس مجلس الوزراء، حتى موضوع أنه في حال رغبتكم في أن يتبوأ السيادة منصب رئيس البرلمان عليكم أن تتنازلوا عن الوزارات التي يعني وهذا ما سأتي عليه حتى نتعرف على طبيعة التنازلات التي مطلوب أن يتم يعني التنازل عنها. ولكن دعني أسأل ويحبذ أحصل على إجابة أيضا باختصار قبل أن أنتقل إلى سيد دكتور يعني عباس كاظم. الغريب بالموضوع يعني وما يضعف القرار العراقي وعدم احترامه وتخوينه لشخصية نيابية، أتحدث هو يعني هنا عن شعلان الكريم اللي أشار إلى قبل قليل دكتور عمار بأنه موقفه ضعيف. هل هو موقفه ضعيف أم أضعف موقفه بهذا الشكل؟ إحنا نتحدث، وصحح لي إذا كنت على خطأ سيد مخلد، يعني إحنا نتحدث عن شعلان الكريم اللي هو نائب عراقي ونائب لرئيس البرلمان العربي، أليس كذلك؟ بالتأكيد هذه هي القامة الكبرى، ومن 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 يعني أضعف موقف الكريم في البرلمان هو المكون السني حقيقة، وهو زميل لهم، وهو كان نائبا لفترات طويلة لهم، وهو شارك في القتال ضد داعش في فترات كثيرة مع كل الأطراف، ولديه يعني مقبولية من الجميع. لكن هنالك شبه فخ قد نصب للشعلان الكريم عندما سربت هذه الفيديوهات بأنه هو يمجد بالنظام السابق، بالرغم من أنه غير مشمول بالمساءلة والعدالة، ولا يمكن أن يذهب للقضاء يعني حقيقة ضمن هذه الأطر، ولذلك هو نائب لدورتين، ودائما ما كانت المساءلة والعدالة تبرئ ساحته، وبالتالي هو يذهب باتجاه أن يرشح. الصراع اليوم هو حقيقة بعد كل الجولات التي حصلت هو صراع سني. كتل الإطار صرحت علانية، يعني تقريبا جميعها صرحت علانية، من يأتي بالأغلبية نحن معه، وهم يسعون إلى أنه ينتهي موضوع رئاسة البرلمان لأنه موضوع مهم ولا ينتهي الموضوع. نعم سيد مخلد، نعم ولا ينتهي الموضوع عند هذا الحد، يعني الإطار يعني حدد أيضا، يعني ليس بأنه أن يقدم له مرشح وراح يقبل بهذا المرشح، راح يقوم بدراسته والاعتبارات عديدة، يعني كما أشاروا يعني بالتأكيد. لكن اسمح لي أن نشرك دكتور عادل، نعم اسمح لي أن نشرك فقط دكتور عباس، سنعود مرة أخرى إذا كان لديك أي تعليق يعني حول الموضوع. دكتور عباس، يعني في حديث لي مع مسؤول أمريكي سابق أشار إلى أن الأطراف السنية اليوم هي في أضعف مواقفها، وهذا اللي نلاحظه حاليا، يعني هنالك ضغوط تمارس عليها وعملية انقسام داخلي كما أشار دكتور عمار وأيضا أستاذ مخلد. شكرا جزيلا. أنا أعتقد ملاحظة الشخص الأمريكي هذا الذي تشير إليه صحيحة ودقيقة جدا، يعني حينما يكون أو تكون مجموعة هي في أقلية عددية في البرلمان، هي في البداية منذ بطبيعتها هذه هي في موقف لا تحسد عليه لأنها أقلية، فإذا انقسمت وأصبحت مجاميع أقل وأصغر فستكون المشكلة أكبر. لذلك أنا أعتقد بأنه هذه الانقسامات، كان الانقسامات في السابق حينما وجد التوافق منذ بداية العملية السياسية بعد إقرار الدستور أو ربما حتى قبل إقرار الدستور بقليل، كانت انقسامات أفقية إذا أردنا أن نسميها بين ثلاث مجاميع قومية وطائفية، اليوم دينية لا أقصد بالطائفية الجانب السلبي، واليوم أصبح لدينا انقسام وخلافات عمودية أضيفت إلى الانقسامات الأفقية. ولذلك هذا يعني في الأحوال العادية حينما يكون هنالك نوع من الاهتمام بفلسفة عمل الطبقة السياسية من خدمة المجتمع، الأداء، وجود معارضة ووجود أغلبية، هذه الانقسامات مهما زادت هي أمر إيجابي وفي مصلحة البلد،
وفي مصلحة العراقيين، وهذا ما أشار إليه الماديسون في إحدى أوراقه الفيدرالية. لكن الذي لدينا اليوم هو أن العملية السياسية وجميع المناصب هي أصلا تطلب ليست لمسألة الخدمة أو مسألة الأداء أو مسألة تقديم ما يصبو إليه العراق والشعب العراقي، هي غالبا ما تكون أساسها الحصول على موقع متميز في صنع القرار، وأيضا إدامة وجود الحزب السياسي ألف أو باء أو جيم. لذلك حينما تحدث هذه الانقسامات تؤثر على الجميع، ولكنها تؤثر على الأقليات بشكل أكبر. الأغلبية ربما حتى لو انقسمت ستنقسم إلى قسمين أو ثلاثة، كل منها يكون كبيرا، ولكن حينما تكون لديك مجموعة صغيرة أصلا في البرلمان وتنقسم مرتين، تنشطر مرتين أو ثلاثة، هذه الانشطارات ستترك مجموعات غير مؤثرة تماما، وتسمح للمنافسين بأن يسيروها يمينا أو شمالا كما يحبون. وهذه الإشكالية التي نعاني منها في مجلس النواب العراقي، وأيضا حتى في العملية السياسية برمتها. مستبعد أن يتم اختيار بديل خلال شهر رمضان أو حتى ما بعد العيد؟ يعني كما يقال، لو يعني في المثل الشعبي العراقي، لو تريد تمطر كان غيمت. فلحد الآن الحقيقة لا يوجد هنالك يعني من لديه هذا الاهتمام أو هذا الشعور بالأزمة لكي يعني يختار رئيس مجلس نواب بالسرعة الممكنة. الجانب الشيعي لديهم الآن رئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان، ما الذي يجعلهم يستعجلون لأن يختاروا شخصا آخر؟ أيضا الكرد الآن لديهم إشكالات أخرى أهم من اختيار رئيس مجلس النواب، الذي هو أيضا ليس من حصتهم. على كل حال، المعني بهذا هو أولا وآخرا سنة العراق، وسنة العراق هم أساس، كما تفضل الزملاء لهم تحياتي الدكتور عمار والأستاذ مخلد، في موضوع يعني ربما شبه اتفاق بين الثلاثة، هو أن الموضوع هو ربما الكرة في ملعب الأخوة سنة العراق، وهذا الانقسام بين قياداتهم انقسام ربما أعمق حتى من موضوع منصب، بل هو انقسام على زعامة، وعلى انقسام على من سيتكلم باسم سنة العراق، لأنه حين ذاك سيكون يعني هنالك أكثر من فلسفة في قيادة أو صنع القرار من الجانب السني، هنالك أكثر من مصلحة، وهنالك أيضا تواريخ يعود هؤلاء الأخوة مع بعضهم لفترة طويلة جدا من الخلافات. لذلك تصور بأنه لا يوجد هنالك يعني رغبة في الإسراع من قبل على الأقل الأغلبية التي ستؤثر فيما بعد. أنت السنة لا يستطيعون أن يختاروا كما تفضل الزميلان من دون أن يقنعوا الشيعة، وهذا هو أيضا هذه سابقة خطيرة ربما بدأت تظهر بعد العام 2014، أنه كانت قبل ذلك يحترم قرار الجهة التي تسند إليها أو يسند إليها منصب، ما رئاسة الوزراء، رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس النواب. بعد العام 2014 بدأ الآخرون يتدخلون في من سيمثل هذه الجهة التي في منصب ليس لهم. لذلك يعني عادت هذه الممارسات لتعض في أو تنهش فيهم هم أيضا. نعم، إذن ضيوف الكرام ابقوا معنا، نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل نتابع بوادر انقسام نيابي حول النهج المتبع لتسمية رئيس البرلمان. أهلا بكم من جديد. تشهد الساحة السياسية العراقية تحركات مكثفة لحسم اختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي. كتل انقسمت على خيارات، وأخرى فضلت خيار الأغلبية.
تسمية شخصية جديدة لمنصب رئيس مجلس النواب الشاغر منذ 4 أشهر عقب قرار المحكمة الاتحادية العليا بسحب العضوية من رئيسه السابق محمد الحلبوسي. لا يزال الشغل الشاغل لعدد ليس بقليل من الكتل السياسية تحت قبة البرلمان. تحركات لزعامات سياسية وعلى مختلف الصعد، أبرزها لقاءات أجراها رئيس كتلة التقدم محمد الحلبوسي، وأخرى تمثلت بمحاولات لإقناع الإطار التنسيقي بأن يكون منصب رئيس البرلمان لمن يمتلك الأغلبية السنية تحت قبته، وسط انقسام على ما يبدو بين القوى الشيعية حول أحقية المنصب بين مرشح الأغلبية أو الحليف السياسي. الحلبوسي الحائز على 44 مقعدا برلمانيا في وقت أعادت المحكمة الاتحادية خيار إعادة ترشيح النائب شعلان الكريم مرشح الحلبوسي بعدما رفضت طعونا قضائية بترشيحه لزعامة البرلمان، فيما تنتظر دعوى أخرى البت فيها. وضمن التحركات السياسية، رئيس البرلمان بالإنابة محسن المندلاوي يلتقي رئيس المحكمة جاسم العميري ليتفقان على ضرورة حسم الخلاف حول رئاسة النواب وتسمية رئيس جديد. التحركات الأخيرة للحلبوسي تمثلت بلقائه أطرافاً فاعلة في الإطار التنسيقي لإقناعهم بضرورة الحفاظ على الأغلبية السياسية لحسم المنصب المذكور بشرط المقبولية الوطنية. قياديون في الإطار التنسيقي ينقسمون بين من يتخوف من كسر قاعدة الأغلبية في الرئاسات مقابل فريق مخالف للرأي ممن يرون أن اختيار مرشح من الحلفاء قد يضمن الهدوء في البرلمان وتنفيذ برنامج الحكومة، ليبقى كرسي رئيس البرلمان شاغرا حتى يتم التوصل لاتفاق سياسي أو مخرج قانوني يرضي الجميع ولو بشكل نسبي. أجدد ترحب بكم. وصلنا إذن إلى المحطة الثانية من برنامج بالعراقي، وأتوقف مع دكتور عمار. دكتور عمار، يعني جولة أخيرة للسيد الحلبوسي ولقاء بالمسؤولين وقادة الكتل، يعني عاد المنصب منصب رئاسة البرلمان مرة أخرى لدائرة الضوء، وعاد التنافس من جديد على هذا المنصب. برأيكم يعني هذه الزيارات هل أتت أكلها؟ لكن الواضح لحد الآن يعني بعد هذه الزيارات لم ينضح شيء، لم يظهر أي شيء سوى بأنه مزيد الحلقة زادت يعني حلقات الضيق على تقدم. نعم، بس حقيقة حبيت بس أوضح أيضا نقطة أكو أثناء الحديث تكلمنا بها وتكلم بها الأخوة، موضوع النقاط التي تحسب لمناصب الرئاسات الثلاث اللي هي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب كاستحقاق مكوناتي دابت عليه منذ تشكيل الحكومات الأولى بعد 2003 وحتى الوقت الراهن. في عملية التشكيل واحتساب النقاط الرئاسات، يعني رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، هذه تكون خارج الحسابات النقاط. هذه يعني أنا ما أعرف، البعض حاول، مو يعني الأخ مخلد اللي يتكلم بها الآن، لا أنا دا أسمعها منذ أيام، موضوع احتساب النقاط وأنه هذه النقاط منصب رئيس البرلمان كان خارج النقاط حساب النقاط. والدليل المكون السني لديه 6 وزارات أو أخذ استحقاق 6 وزارات. حصة السيد الحلبوسي كتقدم كانت منها وزارتين، وزارة التخطيط، وزارة السيادية، ووزارة الثقافة. والسيد الشيخ الخنجر اللي كان ضمن السيادة يعني ضمن تحالف السيد الحلبوسي أخذ وزارة التجارة، كانت من حصتهم وزارة التجارة، وبقى 3 وزارات، التربية والصناعة ووزارة الدفاع. الدفاع كانت من حصة الحسم، والباقي الكتل أخذت الصناعة والتربية. عملية احتساب النقاط لم تكن ضمن حساب المنصب، والدليل السيد السوداني أخذ رئاسة الوزراء بتوافق الكتل السياسية الشيعية. نعم، منصب رئيس مجلس النواب هو استحقاق مكوناتي بالدرجة الأساس قبل أن يكون من حصة الكتلة الفائزة سين. نعم، أو الحصة الكتلة. نعم، الفائزة صاد. طيب، طبعا الكتلة التي تمتلك مقاعد
نعم صادق عادل حبيبي. نعم بما انك يعني بما انك ذكرت اني وياك بما انك ذكرت يعني الوزارات، خليني اتوقف وياك ايضا عند مساله التنازلات. الان ما يشاع بان هنالك ربما اذا كان هنالك تنازلات عن المنصب يكون تنازلات في مقابلها عن وزارات، اي الخيارات قائم لحد الان ام تقدم ما زال ملتزم بانه بمرشحه لرئاسه مجلس النواب؟ يعني شوف الكتل السياسية السنية بتعاملها الآن حذرة جدا، والدليل لو كانت كل كتلة واثقة من المضي بما تريده لذهب الجميع، ويمكن نتفق أنا والإخوان لذهب الجميع تحت قبة البرلمان وتمت عملية الاختيار. لأن قلت لك لا يمكن أن يمرر مرشح للكتل سواء التقدم سواء الكتل الأخرى بدون أن الإطار التنسيقي وباقي الكتل أن تدعم هذا الترشيح لكي يصل إلى العدد المطلوب. السيد الحلبوسي يعمل الآن وخدته من خلال ما أشرت إليه في بداية الكلام، يعني حاليا هذه الجولات السياسية هي بالدرجة الأساس جولات لموضوع رئاسة مجلس النواب، والموضوع الأهم هو تعديل الفقرة 12 من قرار من النظام الداخلي لمجلس النواب، لأن بدون تعديل النظام الداخلي سيكون مرشح الحسم والعزم والسيادة السيد سالم العساوي أقرب للفوز، لأن كما نعرف طيب هذا الخيار الثاني أليس يعني من السابق الاتحادي. ليس من السابق لأوانه الحديث عن مسألة تعديل برلماني ورئيس برلمان غير موجود؟ يعني بالطبع هو خلال هذه اليومين الثلاثة أثير الكثير من الحديث والكلام بأنه عملية شوف قرارات المحكمة الاتحادية قرارات ملزمة، متفقين جميعا على هذه النقطة. العودة عن أي قرار للمحكمة الاتحادية سيفتح الأبواب المغلقة وسيفتح إشكاليات عديدة، ستكون كل كتلة ستضرب باتجاه القرارات التي لم تكن في صالحها في يوم من الأيام، وهذا سيدخل ربما الوضع السياسي بصورة عامة بأزمة، ربما تكون أزمة جديدة، وبل إذا أكثر من ذلك ستتم عملية الطعن بهذا التعديل بالمحكمة الاتحادية. فكيف سيكون القرار؟ لأن أكيد الكتل التي لن تكون يعني شوف عملية التصويت يوم أول أمس على اليوم أمس على تمرير الفقرة هذه وإدراج الفقرة عفوا في الجدول على الجلسات القادمة قبل يومين شهدت تأييد 91 نائب، وبعض الكتل السياسية خرجت من القاعة ولم تكن مؤيدة لعملية التصويت على التعديل. هذا أيضا سيجعلها عندما تتم عملية لو تمت عملية تصويت على تعديل فقرة ستذهب إلى المحكمة الاتحادية وتطعن بهذه الفقرة القانونية، وسنبقى بخلافات مستمرة بدون إيجاد حلول حقيقية واقعية. أنا أقول على الكتل السنية أن تضع الاستحقاقات ببالها، هذا شيء أساسي. التحالفات السياسية المهمة وهي التي تساعده على تمرير ما تريده، وتلك قبة البرلمان لتذهب الكتل السياسية وتدعو إلى جلسة، طبعا هو المفروض الإطار التنسيقي وعن طريق هيئة الرئاسة يدعو إلى جلسة باعتبار الكتلة الأكبر، والذهاب إلى قبة البرلمان من أجل التصويت واختيار رئيس لمجلس النواب. وأما راح نظل إحنا بهذه عملية السجالات، هذا يقول استحقاقي وهذا يقول أني أكثر واضح، وهذا يقول أني يجب أن أكون، ما راح تنتهي واضح. نحن نريد هذا المنصب الذي هو استحقاق مكون واستحقاق فائزين أن يمضي. طيب قبل أن ننتقل إلى سيد مخلد، إجابة أريد من عندك مختصرة دكتور عمار، هل هنالك محكمة حقيقة بأنه هاي ربما تكون إشاعات أو غيرها، محكمة بانتظار يعني تقدم تحدد مصير تقدم؟ ما صحت هذا الموضوع؟ لا ما أعتقد هذا الشيء. لا يوجد. طيب التسريبات. طيب خلينا ننتقل. ما عندي شيء بهذا الشيء ما أعتقد. سيد مخلد يعني هنا. يعني شوف تقدم حزب سياسي العفو. باختصار دكتور عمار. الله وقت أخوي مخلد لا يقول مخاف يقول أخذ وقتي. لا تخاف. تقدم حزب سياسي له جمهوره له قاعدته. لا يشوبه شائبة بأي أمر، هنالك انتخابات وهنالك قواعد سياسية هي تحدد آليات العمل السياسي. نعم واضح. إذن دعني يعني أشرك سيد مخلد يعني هنا صراع، يوجد صراع حقيقي على هذا المنصب بين الكتل، من يعني كما أشارت يعني التحالفات خارج إطار الدستور
ائتلافات المحاصصة بشكل أو بآخر، إلى أنه من حصة السنة. هنا خلاف على الزعامة في داخل مكون معين. كيف يمكن الخروج من هذا النزاع ويعني تحقيق المصلحة الوطنية أولا وأخيرا بعيد عن المصالح الشخصية؟ يعني هي المشكلة جميع تصارع المصالح الشخصية، يعني هي هذه الكارثة الذي يعاني منها المكون السني يعني حقيقة. ولا يمكن أن نذهب باتجاه أن تتفق جميع هذه الأطراف من أجل رفعة اسم المكون، من أجل وحدة القرار، وحدة الكلمة. الجميع يعني تقريبا هو يتصارع من أجل يعني شيء في باله وهي الزعامة. يعني حقيقة اليوم نحن نتكلم عن استحقاقات انتخابية. الاستحقاقات الانتخابية هي تقدم تملك الأكثرية، أما الآخرين فهم حلفاء، يعني حلفاء في المكون، حلفاء لتقدم كانوا في فترة من الفترات، وحتى الوزارات التي تبوؤوها يعني هي كانت من حصة هذا التحالف الذي هو يعني أكثر من 60 نائب، يعني ما بين السيادة وتقدم وغيرهم، وبالتالي هم تبوؤوا هذه المناصب. يعني حقيقة يجب أن يجعلوا من هذا الموضوع موضوع حدث وموضوع قرار، وليس موضوع مصالح شخصية تصف الذات. عندما نتكلم عن تقدم نتكلم عن حزب واحد يملك هذه العددية، وعندما نتكلم عن الأحزاب المتحالفة الأخرى هي أكثر من حزب، أكثر من قيادة. يعني حتى اليوم يعني تسربت معلومات أن هنالك انشقاقا حصلت في العزم، وسوف يكون هنالك 4 شخصيات من عزم هي خارج حزب أو حزب عزم، لأنهم رشحوا سالم العيساوي لمنصب رئيس البرلمان، وهذا الحزب هو كان مرشحهم محمود المشهداني. وين راح يروحون إليهم المشاقين؟ وين راح يروحون؟ يعني هم المعلومات تقول أنهم سيؤسسوا يعني حزب أو كتلة فيما بينهم، يعني بحدود 5 نواب 4 نواب أو 5 نواب من عزم سوف يؤسسوا كتلة جديدة. يعني هنالك يعني خلاف واختلاف ما بين الرؤى فيما بين الأحزاب الباقية. لماذا لا تذهبون إلى تقدم وتجلسون معهم؟ يعني أنا أتكلم بصراحة ولدي معلومات يعني دقيقة أن السيد الحلبوسي قد طرح في اجتماعه مع رئيس الوزراء وفي اجتماعات أخرى أننا وأنتم يجب أن نجلس ونوحد الرؤى، ويجب أن يكون هنالك اجتماع للمكون، قيادات المكون، النواب المكون، ويتم انتخاب شخصية من هذه الجلسة شخصية، ومن يصوت عليه الأكثرية هو سنذهب به إلى البرلمان. لكن هذا الرأي أيضا يجابه بالرفض. يعني الموضوع حقيقة أصبح موضوعا شائكا ما بين قيادات المكون. لذلك اجتماعات الحلبوسي في آخر فترة هي أثمرت عن شيء، ولذلك عندما طالبوا بتعديل المادة 12 وإضافة فقرة رابعة إلى النظام الداخلي كان هنالك أكثر من 140 موقع على هذه المطلب، أي بما معناته أن هنالك أطراف من الإطار التنسيقي أيضا لديها الرغبة في تعديل هذا القرار، وأكيد هذه الأطراف لا تعمل بمفردها ولديها قيادات قد وجهتها بهذا الاتجاه. نعم. الجميع يدرك الخطر إذا ما ذهبوا باتجاه كسر العرف السياسي في انتخاب شخصية من خارج الأغلبية، لأن ارتدادات هذا الكسر سوف ينعكس عليهم في فترة من الفترات، ولذلك هم يتداركوا هذه الأمور ولن يذهبوا باتجاه كسر إرادة الأغلبية. نعم، دعني أشرك دكتور عباس، يعني حقيقة أوقفني مسألة عدم كسر العرف السياسي والإجراءات المتبعة، هل هو كسر عرف سياسي أم كسر عظم ما يجري حاليا دكتور عباس؟ كلاهما. أعتقد أنه أولا مسألة العرف السياسي هذه، يعني لماذا؟ لأجل العرف. العرف السياسي إذا كان يحقق مصلحة عامة للبلاد، مصلحة عامة للمجتمع، مصلحة عامة للعملية السياسية فبها ونعمت. لكن العرف من أجل الحفاظ على عرف لا قيمة أو لا فائدة من ورائه، أعتقد عدنا إلى ما تفضل به الأخوان أنها مسألة زعامات ومسألة صراع داخل كل مكون على من يريد أن يتكلم باسم هذا المكون ويفرض نفسه زعيما. هذا أولا. ثانيا يعني هو مسألة كسر العظم، هناك كما قلت يعني هنالك مصالح في داخل المجموعة ومصالح
في المجموعات المنافسة. وهذه ليست غريبة، يعني هو أول منصب أصلا دستوريا وضمن النظام الداخلي لمجلس النواب، هو منصب يصوت عليه كامل عضو أعضاء مجلس النواب. لذلك الجهة التي تقدم مرشحا يجب أن تكون واقعية، أنها تقدم مرشحا يمكن أن يفوز، لا مرشحا يمكن أن تريد لهذا الشخص أن تضرب فيه بخصومها. وهذا موجود حتى في الولايات المتحدة التي تعتمد على ربما من أكثر التقاليد موجودة، أنه الحزب الأغلبية هو الذي يقدم رئيس مجلس النواب. قبل فترة يعني رئيس مجلس النواب السابق وليس الحالي خاض 14 محاولة لأجل رئيس مجلس النواب الأمريكي، وفي كل مرة يفشل، لأنهم قدموا شخصية غير مقبولة من الجانب الآخر، ولأنهم لم يستطيعوا أن حتى يضمنوا أصواتا داخل الأغلبية، لأن أغلبيتهم كانت قليلة. لذلك يعني أنا أرى مشكلة يعني جميع الأخوة في العملية السياسية العراقية، ليس فقط السنة العرب، أنهم يقدمون مرشحين وكأنهم يريدون أن ينتقموا بهم من الشعب العراقي. يعني لماذا لا يرشحوا أفضل ما لديهم؟ مرشح حين يرفض يتعرى أو تتعرى الجهة التي ترفضه على أنها جهة غير منطقية وغير معقولة، لكن حينما تقدم مرشحا فيه عبر الدنيا كلها، حينها ستكون لدى الآخرين كل الفرص لأن يرفضوه. يعني الأخ سالم العيساوي أنا أعرفه شخصيا، رجل شخصية محترمة جدا وقادر، هنالك أيضا كثر موجودون في تقدم وفي الأحزاب الأخرى. دكتور عباس يعني حتى مرشح يعني تقدم، يعني الرجل هو نائب في البرلمان العربي، نائب رئيس البرلمان العربي. طبعا هي هذه المشكلة، يعني أنت إذا أردت أن تطعن في حقوقه في أو حقه في أن يكون رئيسا لمجلس النواب، يجب أن تذهب وتمنع كونه نائبا منذ البداية، لأن لا توجد شروط إضافية لرئيس مجلس النواب سواء يعني شروط العضوية. ولكن لنقل نعم شعلان الكريم لديه تصريحات يعني حقيقة مثيرة للجدل، لديه هذه الفيديوهات التي سربت، هو كان يجب أن يحترم أولا مصالح الجهة التي يمثلها، وأيضا يحترم مشاعر الشعب العراقي بعد أن تسربت هذه الفيديوهات، ويقول أنا خارج هذه المسألة سأحتفظ بعضويتي حتى يتقدم شخص آخر لا عذر للآخرين برفضه. نعم، هذه واضح المشكلة. كما قلت تقدم فيها مجموعة كبيرة من القادرين والأكفاء والذين لا يوجد لديهم مواقف جدلية، وهنالك أيضا في الجهات الأخرى السنية يمكن أن يقدم ويمكن أن يخدم جميع. واضح دكتور عباس. نعم، سنكمل بالتأكيد ضيوف الكرام. دعونا نذهب إلى فاصل، بعد الفاصل نتابع. رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد يدعو القوى السياسية والكتل البرلمانية إلى انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب. دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد القوى السياسية والكتل البرلمانية إلى انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب. رشيد أكد خلال الاحتفالية الرسمية بالذكرى المئوية لتأسيس أول مجلس نيابي في البلاد أن العراق في مقدمة الدول التي أسست على الدستور، وكان في حينه الأكثر تطورا وديمقراطية من حيث المبادئ والتأسيس وضمان الحقوق والحريات، لافتا إلى أن العراق خرج من حقبة النظم الشمولية بعد العام 2003، وإن من الأهمية إنجاح التجربة الديمقراطية واستكمال تشريع القوانين التي تصب في خدمة البلاد. إذن أجدد الترحاب بكم ضيوف الكرام والمشاهدين. وصلنا إلى المحطة الأخيرة من برنامج بالعراقي. دكتور عمار، يعني كما استمعنا من ضيوفنا وكما هو الواقع على الأرض، ما يؤخر يعني اختيار يعني ربما رئيس للبرلمان هو تقديم تقدم لمرشح موضع جدال. أنا كنت يعني قد سألتك سابقا
ألم يعن الأوان بأنه أن تغيروا مرشحكم؟ لكن قلت بأنه لم يعن الأوان، هل حان الأوان الآن لتغيير هذا المرشح سيدي الكريم والتقديم بمرشح توافقي؟ عزيزي الآن بالوقت الراهن لماذا تقدم العديري بتعديل الفقرة 12 من ترشيح؟ بالطبع هو لا يستطيع أن يقدم مرشحا بديلا. تفسير القانون وقرار المحكمة الاتحادية بهذا الجانب واضح، المرشحين الذين يذهبون إلى الجولة الثانية هم نفسهم مرشحي الجولة الأولى، لا يتم تغييرهم ولا يمكن أن تضاف أسماء جديدة. عندنا محمود المشهداني، سالم العيساوي، شعلان الكريم، وأيضا طلال الزوبعي، وبعد اسم خامس ما يذكرني. هؤلاء فقط، أعتقد السيد عامر عبد الجبار، هؤلاء فقط هم مرشحوا بالجولة الأولى أو بالجلسة التي خصصت لانتخاب رئيس مجلس النواب. لا يمكن ترشيح أسماء جديدة، هذا القانون وهذا القرار الاتحادية هكذا يقول. إذا أراد التقدم أن ترشح بديلا عليهم أن يتغيروا بالنظام الداخلي، وأن تستبدل الفقرة 12 بأن يضاف يسمح بأن من يعني حسب ما التفسير اللي يردوه أن تكون هنالك فقرة تذكر بها من لم يحصل بالجولة الأولى على نصف الأصوات أو أكثر من نصف الأصوات يمكن أن فتح باب الترشيح لترشح جديد. طيب هو طبعا إذا ما حصل على نصف زائد واحد، هو إذا حصل على نصف زائد واحد هو راح يكون فائز، هو ما يحتاج أنه بعد يذهب إلى جولة ثانية. فهذه إشكالية بالطبع، هي إشكالية الآن موجودة. أحب أن أضيف نقطة مهمة جدا وأقول، وأنا دائما أقولها، نواب المكون السني كلهم أخوة وأعزاء، وإذا أرادوا أن يخرجوا من ما وضعوا نفسهم به من مأزق ومن أمور، عليهم أن يذهبوا باتجاه أن يسموا على الخلافات وعلى الصراعات وعلى التصارع. المكون السني لا تمثله فئة أو مجموعة، مكون عريق لآلاف السنين يضم الآلاف من الشخصيات الوطنية والأكاديمية والعلمية، لا ينحصرون بمئة أو خمسين أو مئتين شخص يمثلونهم. أنا دائما أقولها، النخب السياسية الاحترام والتقدير لها، لكن تمثل جمهورها السياسي وجمهورها الانتخابي الذي انتخبها. كم مقاطعين من الجمهور للعملية السياسية، يعني للعملية الانتخابية عفوا، هؤلاء كلهم لا يمثلهم سين ولا يمثلهم صاد. نحن نتكلم عن عملية سياسية وعن مقاعد يمثلها أو تمثلها الأحزاب السياسية، وإلا لو كان الجميع يمثلون المكون كان مرشح العزم أو مرشح تقدم هو مرشح للجميع، كان يذهبون الجميع وينتخبوه. ليش هذا يقول حصتي وذاك يقول لا أنا مالتي، وهذا يقول أنا الأكثر وهذا يقول أنا الأقل؟ صح لو خطأ أخ عادل؟ نعم. طيب عليهم أن يسموا على هذه الخلافات، عليهم أن يبتعدوا. الخلافات تعيدهم إلى الوراء، لن تقدم لهم شيئا، وحتى وأن قدمت شيئا مرحليا لكنه لن يكون شيئا مستقبليا. نعم سيد مخلد، يعني هنا تدخل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في هذا الموضوع برأيكم، هل سيعجل ويدعم يعني اختيار بديل لرئاسة مجلس النواب؟ بالتأكيد، يعني هنالك مساعي حثيثة وكبيرة حتى من زعماء الكتل السياسية، لا تريد أن يبقى هذا المقعد فارغا، لأن هنالك الكثير من الأمور قد عطلت بخلو هذا المقعد. لذلك نرى أن يعني شبه المحكمة الاتحادية حتى في آخر تصريح للسيد العميري عندما نوه إلى أنه لا يعني لا يوجد مانع من المضي بانتخاب رئيس مجلس النواب، ولا يتعارض مع قرار المحكمة الذي سيصدر في 1 نيسان. يعني هذه إيحاءات بأن يجب أن تمضوا، لا يجب أن يبقى البرلمان معطل بهذه الصورة. لذلك أنا أرى أن هناك شبه إجماع سياسي على تعديل المادة 12 وإضافة فقرة لها ليتيح لتقدم أن ترشح شخصية أخرى، لأن اليوم مرشح تقدم هو الوحيد في مجلس النواب، وأكيد إذا ما استمروا ومضوا في انتخاب رئيس مجلس النواب فإن
حظوظ السيد كريم حظوظ يعني متدنية جدا، لذلك شبه توافق سياسي. أنا أرى أن على المكون السني أن يبتعدوا عن كسر الإرادة وإثبات الوجود، لأن هذا إذا ما استمروا به سوف يزيد من تشظي المكون، لأنهم هنا سوف يتصارعوا فيما بينهم، وبالتالي أكيد هذا سينعكس على الواقع في المناطق السنية، ونحن متخالطين يعني أكيد في جميع المحافظات السنية، وهذا لا يصب في مصلحة المكون السني. هنالك جهات أيضا تحاول أن تجعل هذا الشرق في هذا المكون، وذهبت باتجاه أن يكون هذا النزاع وهذا الخلاف بين أفراد المكون السني. نحن نعلم، نحن مراقبين للشأن السياسي منذ 20 عام، ورأينا كيف كانت تدار الأمور، واليوم نحن نشعر أن المكون في خطر، وأن هنالك من يحاول إضعاف المكون بهذه الأمور. نعم. فعليهم أن يتداركوا هذا الوضع وأن يجلسوا فيما بينهم للملمة الأمور والذهاب باتجاه المرشح الذي يحصل على أعلى الأصوات، لأجل أن لا يعطوا فرصة للآخرين بأنهم يقولوا أن المكون غير متفقين، وبالتالي سوف يذهبوا باتجاه أمور أخرى لا تحمد عقبها. فبالتالي أكيد سيد العزيز رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، ولأول مرة رئيس مجلس الوزراء يتدخل في هكذا موضوع ويحاول لملمة الأمور ما بين قيادات المكون السني، لكن للأسف لحد هذه اللحظة يعني بعض أطراف المكون متزمتة. نعم. في رأيها، ورغم العروض ورغم يعني الحلول التي أعطيت في هذه الجلسة من قبل تقدم، لكن هذا كله رفض من قبل الأطراف الأخرى، وهذا أكيد لا يصب في مصلحة المكون. نعم. دكتور عباس، هل يعني هنا هذا يعني ربما يأتي نتيجة ليس فقط عدم اتفاق داخلي، ولكن ما يعزز عدم الاتفاق الداخلي ما بين مختلف الكتل سواء كان سنية أو شيعية على اختيار رئيس لمجلس النواب؟ ضغوط خارجية تأتي من بعض الأطراف ربما هنا بنظرة المراقب الخارجي، كيف تنظر للموضوع؟ يعني الضغوط الخارجية ممكن وموجودة دائما في كل المفاصل العملية السياسية العراقية، خصوصا منطقة الجوار، يعني هنالك دول مهتمة بما يحدث في العراق، ولكن أعتقد الثقل الأكبر الآن للأزمة هو داخلي. وأعتقد أنه يعني رئيس مجلس النواب أولا منصب كبير جدا، هو أعلى منصب يمكن أن يحصل عليه السنة العرب، ولكن في نفس الوقت هو منصب يؤثر على جميع مفاصل الحياة العراقية. رئيس مجلس النواب يتحكم في الأجندة القانونية والتشريعية والرقابية، هو من يقرر كيف يسير مجلس النواب وغايات مجلس النواب. لذلك أعتقد بأنه حتى ليس فقط الجهة المعنية السنة العرب بهذا المنصب، ولكن أيضا الآخرون هم لديهم اهتمام. أعتقد أنه ربما يعني مثلا في الكثير من المنافسي السنة، في سواء الكرد أو الشيعة، أعتقد باستثناء السيد عمار الحكيم لديه نظرية الاختيار الأقوى من الجهات التي تتحالف معها، الجميع يحاول أو يفضل اختيار الأضعف. لذلك يجب أن يفهم الأخوة السنة العرب بكل تفاصيل اختلافاتهم الحزبية أنه ليس يعني لا يوجد هنالك نفس في لدى منافسيهم في اختيار شخصية سنية قوية لشغل هذا المنصب. وهذا هذه هي طبيعة العملية السياسية في العراق، للأسف هي ليست تعاونية بل تنافسية وتوافقية، وهي أيضا فيها نوع من حقيقة من حتى أحيانا تجاوز لعمل رجال الدولة. لذلك أعتقد بأنه من الأفضل للأخوة السنة العرب أن يحسموا هذا الأمر ويتوافقوا على شخصية حتى لا يبقى للآخرين عذر أو ذريعة لأن يرفضوا هذا، لأن الخاسر الأكبر من بقاء هذا المنصب فارغا هو الشعب العراقي، لأنه البرلمان معطل، وإن كان فيه يعني الأخ محسن المندناوي موجود، ولكن أيضا الرئيس المجلس النواب، وأيضا عدم وجود رئيس، هذه الخلافات كلها تؤثر على مسيرة عمل المجلس. أيضا السنة العرب الذين لديهم هذا المنصب ويستفيدون منه كمكان في صنع القرار العراقي، هم خاسرون هذه الفترة منذ خروج السيد محمد الحلبوسي إلى اليوم، وإلى ما شاء الله حين يشغل هذا المنصب من قبل سني آخر.
هذه أيضا خسارة كل يوم للسنة العرب من عدم وجودهم في المصدر الأعلى للقرار الذي يمكن أن يحصلوا عليه بسبب هذا عملية التوافق هذه التي يعني فرضت على العراق بحكم نعم. التاريخ وبحكم الواقع. لكن أتصور بأنه نعم توجد هنالك ضغوط خارجية، توجد هنالك تدخلات خارجية. شكرا جزيلا دكتور عباس كاظم مدير برنامج العراق في المجلس الأطلسي، ودكتور عمار العزاوي مدير مركز اليرموك، ومخلد حازم الخبير الاستراتيجي. أشكركم جزيل الشكر ضيوف الكرام وسلامتكم. انتهت حلقة اليوم، وباشر موضوع جديد وبالعراقي يمكنكم متابعة البث والإعادة على منصاتنا المختلفة والتفاعل مع ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي. أودعناكم.